السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. خبر احزن كل السوريين، هنشوف ايه الخبر معانا بعد وفاة طبعا القيمة الكبيرة الفنان زهير رمضان عن عمر يناهز 62 عام، وعكة صحية. ايه سبب الوفاة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. وايه هي وصيته اللي ناس كتير عمالة تتداولها؟ وايضا موعد الجنازة، يا ترى تم الاعلان عنه ولا ايه؟ تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان زهير رمضان. خلينا في البداية كده ندعي له بالرحمة وبالمغفرة، وبنعزي كل إخواتنا السوريين في وفاة طبعا الفنان زهير رمضان. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. النقابة ذكرت على حسابها على فيسبوك: ننعي إليكم وفاة نقيب الفنانين زهير رمضان. وقالت كمان إنه لسه لحد الآن لم يتم الإعلان عن موعد الدفن ولا العزاء. الخبر ده منذ ساعتين بالتحديد. الفنان طبعا زهير رمضان فنان سوري اشتهر بشخصية أبو جودت في مسلسل باب الحارة، وشخصية المختار أيضا. طبعا هو من مواليد 21 يونيو عام 1959 عام، وتوفى عن عمر يناهز 62 عام. وهو بيعمل طبعا في منصب نقيب الفنانين السوريين منذ عام 2014، وأيضا هو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016. وفاته طبعا بعد معاناة كبيرة جدا جدا من المرض. أخبار كتير تداولت إن وفاته بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولكن الخبر اتضح إنه عاري من الصحة، لأنه كان بيعاني من عدة أمراض كتيرة قوي. شائعة وفاته ظهرت خلال الأيام اللي فاتت كذا مرة، ولكن هذه المرة للأسف طبعا الأمر بيد الله حقيقة. وأعلن الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الأسكندرية السينمائي الدوري وفاة نقيب الفنانين زهير رمضان بعد الصراع مع المرض. ربنا يرحمه، كان عنده التهاب في الرئة وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية خلال الأيام الماضية، وانتشرت العديد من الشائعات عن وفاته في الأيام الماضية، ولكن كانت دايما بتنفيها نقابة الفنانين السوريين. زهير رمضان ممثل سوري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وعضو في نقابة الفنانين منذ عام 1983. ومن أشهر أدواره طبعا دور أبو جودة رجل الشرطة الفاسد في مسلسل باب الحارة طبعا بجميع أجزائه. وعين كمان في منصب نقيب الفنانين السوريين عام 2014، وأصبح عضو في مجلس الشعب عام 2016. طبعا زهير كان بيمر أعراض كتيرة جدا زي ما قلت لحضراتكم، بدأت بالتهاب الرئة، وحاليا طبعا ربنا يرحمه لم يتم الإعلان عن الجنازة. ادعوا له بالرحمة كتير، ومرة تانية بنعزي كل أخواتنا السوريين في وفاة الفنان الكبير زهير رمضان.